أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبته الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في البصائر 5000 دونم من بساتين ديالى تتحول إلى حطب. في القدس العربي الاحتلال الصهيوني يشن حملة اعتقالات ومداهمات في القدس والضفة المحتلتين. في موقع عربي 21 اتهامات أممية للعراق باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين. في الجزيرة نت إحصائية أممية تقول إن حصيلة احتجاجات العراق أكثر من 400 قتيل و19 ألف جريح. في العرب اللندنية قاسم سليماني في بغداد لاحتواء صدمة ارتباك الأحزاب. في العربي الجديد العراق إرباك سياسي تزامنا مع الحراك الإيراني. وفي الشرق الأوسط التقرير النهائي للتحقيق في عزل ترامب، الأدلة ضده هائلة. أهلا بكم، الآن ننتقل وإياكم إلى زاوية المقالات، وهذه المرة نذهب وإياكم أو نبدأ بصحيفة العرب اللندنية. وفي مقال منشور في العرب اللندنية جاء في مطلعه: انفجار الملايين التشرينية في العراق وإشعالها الثورة ضد النظام الإيراني وأحزاب السلطة في المنطقة الخضراء وحرق قنصليات إيران في النجف وكربلاء والبصرة هو برهان على أن أهل الجنوب أثبتوا أن الحمية القومية والوطنية تسبق الولاء للطائفة. مقال للكاتب إبراهيم الزبيدي. فقد نبهت الشيعة العراقيين إلى قوة الحقد العنصري الفارسي التي يختزنها الملالي لكل عرب العراق دون أن يستثنوا منها إخوتهم في المذهب والعقيدة، وأكبر دليل على ذلك فظاظة ضباط الحرس الثوري المدسوسين في دوائر الحكومة العراقية ومؤسساتها المدنية والدينية، وقلة حياء وكلاء الولي الفقيه العراقيين وممارساتهم التسلطية وإفسادهم وظلمهم وسرقاتهم، وخصوصا في المحافظات ذات الأغلبية الشيعية ذاتها. حتى جاء انفجار الملايين التشرينية الباسلة أخيراً، وخروجها عن صمتها ولجوءها إلى الثورة التحررية ضد هيمنة النظام الإيراني ووكلائه المكروهين، وتمزيق صور الخميني وخامنئي في مدن شيعية عديدة، وحرق قنصليات إيران في النجف وكربلاء والبصرة، برهاناً على أن الطائفة الشيعية العراقية من جهتها أيضاً أثبتت أن الحمية القومية والوطنية تسبق الولاء للطائفة عند الشدائد. نعم، فقد ثبت لهم ولغيرهم أن العيش في وطن حر مستقل عزيز قوي موحد وعادل سوف يوفر لهم احتياجاتهم الحياتية ويحافظ على كراماتهم بعد أعوام من القهر والظلم والإذلال والابتزاز لم يعطهم فيها الولي الفقيه غير الأكاذيب والخرافات والمخدرات والاغتيالات والمفخخات. إبراهيم الزبيدي يختم مقاله في العرب اللندنية قائلاً: اليوم هناك ثورة ضد إيران في العراق بسبب تسلطها ودعمها للأحزاب الفاسدة في العراق. الآن أذهب وإياكم إلى مقال آخر منشور في صحيفة القدس العربي، وجاء في مطلعه: يكثر الحديث الإعلامي والسياسي فيما يخص انتفاضة تشرين أكتوبر العراقية في الأيام الأخيرة إثر إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن المندسين، لا يضاهيه في كثرة الترداد حتى على مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها، غير نعت الذيول المستخدم لتوصيف أتباع الاحتلالين الأمريكي والإيراني. من هو المندس وما هي أدواته؟ مقال الكاتبة هيفاء زنجنة في صحيفة القدس العربي.
شغلت ظاهرة الاندساس حيزاً كبيراً من مساحة التغطية الإعلامية للانتفاضة ومتابعة التغيرات الجوهرية التي تمكنت من تحقيقها خلال فترة قصيرة وبتكلفة بشرية عالية، دفعت الرأي العالمي إلى الانتباه إليها رغم اختيارها الأولي بالتعامي عنها. فمنذ اليوم الأول للانتفاضة والتصريحات الرسمية تخلط بتعمد بين المتظاهرين السلميين الذين لم يحملوا غير العلم العراقي سلاحاً والمندسين سواء كانوا وهميين أو من الميليشيات أو قوات الأمن. يكاد لا يخلو أي تصريح رسمي سواء من قبل رئيس الجمهورية والوزراء إلى أصغر عسكري أو أمني في الحكومة من اتهام المندسين، بحيث أصبحت السردية العامة الجامعة بين الترهيب وتبرير القتل متشابكة إلى حد كبير، وبات تناقض السردية من مسؤول إلى آخر وهم يعيشون حالة التخبط ووحشية رد الفعل إزاء الانتفاضة غير المتوقعة، يوقعهم بمسؤوليات قانونية لا يدركون هم أنفسهم مدى تورطهم فيها. ومن المتوقع فيما لو نجح الشعب في تشكيل حكومة وطنية مستقلة أن تستخدم التصريحات والأوامر والأفعال التي يتم توثيقها كأدلة في محاكمتهم كمجرمي حرب مسؤولين عن قتل مئات المتظاهرين وجرح الآلاف وإعاقة المئات بشكل دائم. في نهاية مقالها المنشور في القدس العربي تقول هيفاء زنقنا: لقد أثبت المنتفضون حتى اليوم أنهم حملة الوعي الوطني وأنهم هم أنفسهم المرجعية الحقيقية الناشطة لتحرير وبناء الوطن مهما كانت محاولات الاندساس والتشويه وتدوير الوجوه القديمة. نذهب وإياكم الآن إلى مقال منشور على صفحات العربية الجديد، وجاء في المقال: بعد شهرين من المماطلة والتسويف اضطر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالته، ولكن هذا الإعلان يعطي من جهة أخرى انطباعا بأن موقف المرجعية كان أكثر أهمية وتأثيرا في قرار عبد المهدي. الاستقالة من دماء أكثر من 400 عراقي سقطوا خلال الاحتجاجات إلى جانب نحو 20,000 جريح، لا يزال الوقت طويلا أمام تحقيق أهداف الثورة في العراق. مقال للكاتب مروان قبلان. كان في مقدور عبد المهدي أن ينهي حياته السياسية بطريقة مشرفة أكثر لو أنه اختار الخروج منذ بداية الانتفاضة وسقوط أول شهيد، وكان في وسعه أيضاً أن يصارح الشعب العراقي بحقيقة أنه لا يملك من أمره شيئاً، بدل أن يتحمل وزر الدم الذي أهرق في عهده، خصوصاً بعد أن تبين بوضوح أن قرار قمع الاحتجاجات تم اتخاذه في طهران ونفذه على الأرض حلفاؤها سواء في أجهزة الدولة أو الحشد الشعبي أو مكتب رئيس الوزراء نفسه باعتباره القائد العام للقوات المسلحة. لقد أنهت الاحتجاجات التي انطلقت من مدن الجنوب العراقي الجزء الأسهل من المعركة التي أعلنها العراقيون لاستعادة دولتهم وتقرير مستقبلهم بطيها صفحة عبد المهدي والتوافقات التي جاءت به تنفيذاً لإرادة إيرانية، ولكن ما زال أمامهم الكثير لبلوغ أهدافهم، خصوصاً أن إيران تبدي إصراراً على إبقاء العراق ضعيفاً مخترقاً وتحت هيمنتها، مسارعة بإرسال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني برفقة ضباط من الحرس الثوري إلى بغداد والنجف التي صارت تشكل تحدياً كبيراً للهيمنة الإيرانية لترتيب مرحلة ما بعد عبد المهدي، حيث تعد شاهداً على إصرارها على التحكم بمخرجات الحركة الاحتجاجية بعد أن فشلت في قمعها. في مقابل الإرادة الإيرانية يقول الكاتب: تبرز إرادة العراقيين المصرين على الاستمرار في نضالهم السلمي حتى تحقيق أهدافهم. الآن نذهب وإياكم إلى صحيفة التايمز، حيث نشرت تقريراً لمراسلها في الشرق الأوسط
ريتشارد سبنسر قال فيه إن جماعات الخطف تنشر الرعب في صفوف المحتجين في العراق. العصابات التي تدعمها إيران تتحمل مسؤولية العنف داخل العاصمة العراقية بغداد، وأشار إلى أن الناشطين العراقيين يواجهون الملاحقة والتهديد وفي بعض الأحيان الاختطاف في حملة إرهاب جديدة، ولا يكشف الخاطفون عن هويتهم والجهات التي يعملون لها إلا أن الهدف الرئيسي واضح من الحملة، وهو يجب عليكم دعم الحكومة وسط الدعوات، ليس لإزاحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي استقال، ولكن النظام السياسي كله. ويشك المتظاهرون بوجود ميليشيات تابعة لإيران وراء حملة الاختطاف، حيث تحاول طهران إعادة النظام في الجار القريب ومواصلة التأثير الذي بنته منذ سقوط نظام صدام حسين. ونقلت الصحيفة عن شابة عراقية كانت خائفة جداً للكشف عن هويتها أن سيارتها أحاطت بها سيارة دفع سريع سوداء بنوافذ قاتمة وعربات أخرى، وأجبرت على الخروج من سيارتها تحت تهديد السلاح، فيما وقفت الشرطة تتفرج واحتجزت لأيام، وقد عصب رأسها في عدد من الغرف وحتى في مرحاض، قبل أن تجبر على تسجيل اعتراف على الفيديو أنها تشارك في التظاهرات بعدما حصلت على أموال من دول أجنبية. جاء في التايمز أيضا أن سارة لويتسون مديرة برنامج الشرق الأوسط بهيومان رايتس ووتش تقول: سواء كانت الحكومة أو الجماعات المسلحة هي التي تقف وراء عمليات الخطف في بغداد، فإن الحكومة تتحمل مسؤولية توفير الأمن لهم. إلى مقال آخر، لا شك أن النظام اللبناني الحالي هو عبارة عن نظام سياسي لتقاسم حصص طائفية بين أحزاب هي مجرد كيانات طائفية في شكل أحزاب مدنية، الأمر الذي جعل من الحياة السياسية عبارة عن صراعات محتدمة باستمرار، مما عقد الحياة العامة للشعب اللبناني الذي رفض هذا النهج الطائفي وخرج للشارع يطالب بإسقاط العهد الطائفي الذي يحميه ويرتزق من وجوده أمثال حسن نصر الله زعيم حزب الله، الذي يلعب دور المعطل لأي حل سياسي خارج الطائفية التي يقتات منها الحزب وعناصره. مقال للكاتب جبريل العبيدي في صحيفة الشرق الأوسط. ولقد تناغمت خطابات رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون مع رؤية حسن نصر الله للثورة والثوار، الأمر الذي أغضب المتظاهرين من خطابات الرئيس المتكررة بالطعم واللون والمحتوى والنكهة نفسها، وحتى طريقة الإخراج التلفزيوني لها، الأمر الذي نظر إليه المتظاهرون الغاضبون على أنه مجارات لأجندات حزب الله، وأنه يصطف إلى الحزب على حساب مطالب المتظاهرين، وهو ما حاول ميشيل عون في خطابه الأخير تفادي التأكيد عليه دون أن يقطع شعرة معاوية مع حزب الله حليفه السابق في تولي كرسي الرئاسة. اللبنانيون عبروا عن رغبة جامحة في دولة وطنية مدنية فيها حق المواطنة المكفول بالتساوي لجميع اللبنانيين بعيدا عن التمييز الطائفي، والحل يكمن في إنهاء العهد الطائفي وتشكيل حكومة تكنوقراط في لبنان، وهذا أمر مرفوض بالمطلق من حزب الله. فمظاهرات لبنان أظهرت حقيقة حزب الله المتآكل من داخله والمعرقل لأي حالة إصلاح سياسي في البلاد، خاصة بعد استشعاره الخطر على وجوده الهش في الحياة السياسية اللبنانية. جبريل العبادي ختم مقاله في صحيفة الشرق الأوسط بقوله: لا يمكن للبنان أن يتعافى إلا بإسقاط هذا النظام الطائفي وبناء الدولة العصرية الخالية من المحاصصة. الآن إلى الدستور الأردنية وختام المقالات بهذا المقال، وجاء فيه
هي محاكمة غير عادية في توقيتها وهوية المتهم الماثل أمام القضاء، أول إسرائيلي منذ المعاهدة قبل ربع قرن على أقل تقدير يقف هذه الوقفة، هذا أمر جيد، زمن المرونة والتساهل ولا إلى غير رجعة إن شاء الله. ومثل ما تدين تدان فإسرائيل تعتقل أردنيين يدخلون عبر البوابات الحدودية وبعد حصولهم على التأشيرات والتصاريح اللازمة، فلماذا لا نفعل شيئا مماثلا مع متسلل جاء خلسة وانتهك القانون وأحضر مواد ممنوعة؟ مقال الكاتب عرب الرنتاوي في صحيفة الدستور الأردنية، نتابع المزيد. تزامناً مع ارتفاع مطرقة القضاء في وجه المتهم الإسرائيلي، كانت القوات المسلحة تجري تمريناً عسكرياً حمل اسماً مفعماً بالدلالات سيف الكرامة، والاسم وحده يشي بأهداف التمرين الذي يحاكي عدواناً خارجياً على الأرض الأردنية. التمرين يكشف علناً عما كان يقال في الغرف المغلقة حول عقيدة الجيش بعد معاهدة السلام. إسرائيل التي كانت هي العدو ما زالت هي العدو، لا نريد أن نسترسل في التكهنات ولا أن نذهب حد التبشير بقرب نهاية مسار وادي عربة، لكن من الواضح تماماً أن الأردن قرر على ما يبدو أن ينهي مرحلة طالما نظر إليه فيها على أنه مضمون ومأمون الجانب، وأن خياراته معروفة سلفاً وردود أفعاله محكمة بسقف خفيف. هذا الاعتقاد شجع إسرائيل على التمادي في الاستهتار والاستخفاف بمشاعر الأردنيين وحقوقهم ومصالحهم، بدءاً بالقاضي الشهيد رائد زعيتر، مروراً بجريمة السفارة في الرابية، وعطفاً على استهداف الرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. يقول عرب الرنتاوي في ختام مقاله إن المقاربة الأردنية الجديدة في التعامل مع قضايا الخلاف والصراع مع إسرائيل يجب أن تستمر وأن تتعزز، بما لا يبقي مجالاً للشك عند الطرف الآخر بأننا جادون جداً فيما نقول وفيما نفعل أيضاً. انتهت المقالات، والآن إلى هذا الخبر الخفيف. وجاء فيه: صنفت دراسة علمية جديدة ما يقارب 40% من النباتات البرية في العالم على أنها نادرة جدا وأكثر عرضة لخطر الانقراض من بقية الأنواع بسبب النشاط البشري وتغير المناخ. وقد نشرت نتائج البحث في عدد خاص من مجلة ساينس أدفانسز قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2019 المعروف أيضا باسم كوب 25 في مدريد يومي 2 و3 من ديسمبر الجاري، واستغرق عمل 35 باحثا من مؤسسات بحثية في جميع أنحاء العالم تحت إشراف جامعة أريزونا مدة 10 سنوات لتجميع 20 مليون سجل للنباتات البرية في العالم، وأحصوا ما يقارب 435 ألف نوع من النباتات البرية المختلفة على سطح الأرض، وهي أكبر مجموعة بيانات حول التنوع البيولوجي النباتي تم إنشاؤها حتى اليوم. ويقول الباحثون إن هذه الدراسة سلطت الضوء من خلال التركيز على تحديد الأنواع النادرة على التهديدات المزدوجة لتغير المناخ والتأثير البشري على المناطق التي تؤوي الكثير من أنواع النباتات النادرة في العالم، وتؤكد الحاجة إلى خطة عمل استراتيجية من أجل حماية التنوع البيولوجي النباتي على مستوى العالم أجمع. إلى الكاريكاتير نذهب وإياكم.
مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من صدى الأقلام. طاب نهاركم وإلى اللقاء.